الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثنا هذا عبارة عن رسالة لكم أيها الباحثون وأيها الكتاب وأيها النقاد، رسالة اسمها الموقف. إن لم يكن للأديب موقف مشرف فلا تشرفوه بكلام يرصفه وينمقه وتقولون فلان شاعر أكبر وفلان أديب أعظم، وهو في حقيقته لا يساوي عند الله شيئا. يعني هذه زبدة بحثنا، ولكن على ما درجت عليه البحوث قدمنا بالقول يكثر الحديث عند النقاد عن شاعرية وشعرية الأدباء والشعراء والتفصيل في البلاغة وفنون التصوير والمجاز والغوص لاقتناص لآله البديع، لكن يندر أن تقرأ ما يشير لمواقف هؤلاء الأدباء تجاه أوطانهم وأممهم وعقائدهم في إطار محدد وواضح، مكتفين بشرح سيرهم وقصصهم لكي يستخلصوا من ذلك ما يحب الناس سماعه من مغامرات. وفي ذلك إجحاف بحق أناس ضحوا بالكثير من مستلزمات حياتهم لكي يشاركوا في مجابهة الظالمين ودعم الثائرين الذائدين عن العقيدة وحماها بما يجيدون ويتقنون ويؤثرون، بينما تنعم آخرون بالعطايا وأنزلوا القصور جزاء انحيازهم لحكام لا ميزة لهم إلا دراهم يشترون بها الذمم وجاه زائف لا يتبجح به إلا صغار الشأن. وسأبذل ما بوسعي لتبيان ما أرى في فصل الأدباء. طبعا ابتداء هم أدباء لأنفسهم، وهم المداحون المتكسبون اللصيقون بالسلاطين البعيدون عن هموم أقوامهم، وهم ليسوا مدار بحثنا أكثر من أن نذكرهم هنا ونمضي. وأدباء لغيرهم، وهم من أسميهم الأدباء الفرسان، وهم صنفان سيكونان عنوانين لمبحثين يتكون منهما البحث، ألف فرسان الصهوات، ومنهم الأديب الشاعر الفارس محمود شيد خطاب الذي سيكون له النصيب الأكبر في هذا البحث، لأنه خير نموذج للأديب الثابت على موقفه وإن تغير الحكام وقست المؤثرات وتقلبت الأيام. وباء فرسان المنابر، ومنهم معروف الرصافي ووليد الأعظمي وعبد الرزاق عبد الواحد والسياب، وأسأل الله تعالى أن يكون كاتب هذا البحث وعدد من شعراء العراق المناهضين للاحتلال منهم وسائرين على خطاهم. الهدف يهدف البحث إلى إبراز دور الأدباء والشعراء العراقيين في ملاحم البطولة والفداء التي خاضها العراقيون في حقبة حدد مداها منظمو هذا المؤتمر، أو ربما التسمية يعني العصر الحديث، وهنا نحدد بعام 1980. نقول والدعوة للحذو حذوهم في زمن تحتاج فيه أمتنا لفرسان الصهوات والمنابر ليكونوا حداء ركب النهضة في دروب التحرر من آفات تفتك بنا وبالعالم بأسره. إن هؤلاء هم الذين وظفوا مواهبهم لتكون أسلحة مشاركة في معارك الشرف، ومناديلا تمسح دموع الثكالى والأيتام والمحرومين، وصياطا تلهب أسماع الظالمين، وأسفارا تخلد أفعال العظماء من مجاهدين وعلماء وقادة فكر وشهداء وبنات، مبتعدين عن مجالس السلاطين وأموال تجار الدماء ومناصب تغرقهم في أموال السحت الحرام. في المبحث الأول فرسان الصهوات، كما أسررنا سنلقي الضوء على فارس عراقي أصيل شارك في معارك الأمة ضابطا
محاربا في صفوف الجيش العراقي الذي شارك بحروب الأمة لتحرير فلسطين من براثن يهود، فكان نعم الفارس الشجاع الذي شهد له قادته وجنوده بالعزم والحزم والحكمة. إنه اللواء الركن محمود شيد خطاب ابن موصل الحضارة والتاريخ والعلم والإيمان، وهو صاحب الصوت المبارك الذي بلغ وبلغ رسالته الإيمانية شعرا ومقالة وتأليفا في الدين والتاريخ وعلوم الحرب. ومع أنه تقلد العديد من المناصب ومنها حقائب وزارية، إلا أنه رفض أكثر مما قبل وزهد في الوزارة والمنصب فتخلى عنها لمجرد شعوره أن النظام لم يكن على المسار الصحيح، أو أنه لم يكن حرا بإرادته كما ينبغي له أن يكون وبما يسمح له بخدمة فكره وعقيدته. شارك العديد من الضباط العراقيين في معارك الأمة في فلسطين، وهنا المعني 1948، لكن المختلف في مشاركة الضابط الأديب موضوع بحثنا هو أنه تقدم بطلب لقيادته يلتمسها فيه أن ينقل من كلية الأركان العراقية إلى فلسطين. ولقد كشف لاحقا أنه كان على علاقة بثوارها، وكان يسلمهم الأسلحة في بلدة أبو غريب غرب بغداد قبل معارك 1948، بالرغم من خضوع حكومته للتاج البريطاني الذي وهب فلسطين للصهاينة ظلما وعدوانا. هنا شهادات كثيرة لفلسطينيين عن هذا الشاعر الفارس، طبعا لا يتسع الوقت لسردها. في سيرته يعني يحار الباحث في سيرة هذا العملاق متعدد المواهب والفوائد، فلا يدري ما يختار ليسلط عليه الضوء، وكيف يسلط الضوء على هذا الكوكب المضيء. إنه فارس بطل محارب وشاعر ومؤلف وقاص وداعية ووزير ومجاهد، أودع السجن وتعرض للتعذيب على أيادي الشعوبيين، ومع كل ذلك فهو متواضع دمث الخلق واسع الصدر محب محبوب، عاش ومات في أحضان عائلته. هنا طبعا السيرة الذاتية يمكن أن تجدوها في الويكيبيديا، الحقيقة كانت منصفة أكثر من البابطين، وكانت سيرة واسعة وتسرد لنا الكثير عن الكاتب، ولعل أهم ما نأخذه منها هو عدد مؤلفاته الذي قارب 130 مؤلفا. وطبعا هذه المؤلفات فيها الكثير عن الكيان المحتل لفلسطين وكيفية مجابهته، وهناك ما لا يتسع المجال لذكره من أفكار عسكرية حقيقة قرأتها وأنا في المتوسطة، وكانت يعني أفكارا وجدنا قيمتها في عام 2004. هنا طبعا نورد قصيدة، طبعا هو في جنين، يجب أن نذكر أنه كان آمرا للوحدة في جنين وتشبث بهذه المدينة وحررها بالتعاون مع بيئته الحاضنة الفلسطينية، وكان ربما كما يقال عند بعض المؤرخين مخالفا للأوامر العسكرية التي أتته بتسليم المدينة، ورفض تسليمها سوى للجيش الأردني، وهذا ما تم له فعلا بعد بقاء القوات العراقية فيها لمدة سنة كاملة. هذه قبور الخالدين، هذه القصيدة ألقاها عند مقابر الجنود والضباط الذين استشهدوا. هذه قبور الخالدين فقد قضوا شهداء حتى ينقذوا الأوطان، قد جاهدوا الأعداء حتى استشهدوا، ماتوا بساحات الوغى شجعانا، ماتوا دفاعا عن حياض دنست بأحط خلق الله في دنيانا، أجنين إنك قد شهدت جهادنا وعلمت كيف تساقطت قتلانا. والقصيدة موجودة في كل مكان تقريبا.
هنا أيضا شهادات بحقه يعني كثيرة من ساسة وضباط من الجيوش العربية الأخرى، وعرف عنه التدين والحكمة وكما قلنا دماثة الخلق والتواضع، مع أنه هذا العملاق ولا عجب، فالعمالق عادة ما يكونون متواضعين. هنا النتاج الشعري كما قلنا يعني هو قليل عنده، لكنه أديب مفوه له هذا العدد الذي ذكرنا من المؤلفات. هنا نتساءل هل هو شاعر؟ نلحظ ما سلف أنه قيل فيه الكثير من شهادات لأناس عاصروه، ولكن من الشعر ما ورد من الشعر الذي استذكره قليل، كما هو شعره الذي لم يصلنا، ويبدو أنه لم يكن مهتما بكونه شاعرا قدر ما اهتم بكتاباته ومؤلفاته الدينية والاجتماعية والعسكرية. يكفي المرء أو القصيدة واحدة ليكنى شاعرا، ويكفيه أنه يحمل روح الشاعر ونبضه وحسه، لكني تمنيت لو وجدت له شعرا أكثر، فبمثل قامته يليق الشعر. هنا أتساءل كيف استطاع التوفيق بين عمله المهم والعسكر، لا وقت لهم خصوصا أنهم خاضوا معارك عديدة، كيف استطاع التوفيق بين عمله المهم وإبداعه الأدبي؟ كيف اتسع تفكيره لإدراك كل هذه الاختصاصات؟ ماذا ترك لحياته وعائلته وأصدقائه؟ كيف نجا من مشانق وسياط حكام لا يحبون ما يقول؟ كيف كسب محبة الناس على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم؟ كيف أبقي عليه قائدا في جيوش يقودها من يخالفونه الرأي؟ هل هي إرادة الله تعالى لهذا الرجل أن يحيا لكي نرى نحن ما يرى؟ عسى أن يظهر من يأخذ بأفكاره من الورق للواقع. وقبل ذلك كله كيف اتسع وقته للقراءة والبحث كي يكون مؤهلا للكتابة في مختلف العلوم؟ يبدو أن الوقت أدركنا. أدباء المنابر اتخذت من الشاعر معروف الرصافي أنموذجا، وطبعا سيرته معروفة، ولكن اسمحوا لي بنصف دقيقة أن أؤكد المطلوب منا التأكيد على مواقف الأدباء أكثر من فنونهم وإبداعاتهم. وشكرا لسعة صدوركم، والسلام عليكم.